توجهت عشرات الحشود المسلحة لعشائر وقبائل ألبو عيسى من بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط إلى عمرية الفلوجة في محافظة الأنبار لإسناد أولاد عمومتهم من العشائر ذاتها من سكنة المنطقة بعد مسك الأرض وتطهيرها من تنظيم داعش. حشود مسلحة من عشائر العيسى في الوسط والجنوب التحقت مع أبناء عمومتهم عشائر ألبو عيسى في الأنبار وفي قلعة الصمود والتحدي هي عامرية الفلوج. هذه المنطقة التي صمدت ودحرت الإرهاب واستطاع أبناء عمومتنا ألبو عيسى بتصفية هذه المناطق وإعطاء الرسالة بالتضحية والبسالة. لذلك هذه الحشود التي أتت تأكيد على وحدة الدم، على وحدة الهدف. كافة عشائر آل عيسى الطائية أتت من الفرات الأوسط، من كربلاء ومن النجف ومن الكوفة ومن الحلة ومن اسكندرية ومن المسيب ومن بغداد ومن الكوت ومن كربلاء المقدسة. حاليا موجودة كافة الحشد المسلح والحشد الشعبي والعشائر الأصيلة التي أتت إلى أخوانهم ألبو عيسى. الالتقاء العشائري الكبير تعالت الكلمات فيه عن الانتماء للطائفة وتغليب لغة وحدة الصف الوطني. عشائر عامرية الفلوجة انتهزت الفرصة وطالبت الحكومة بتزويدها بالسلاح لمقاتلة التنظيمات المتطرفة في مناطق أخرى من الأنبار. طالب هذه العشائر أولاً بإقرار قانون الحرس الوطني من خلال مجلس النواب، وثانيا بفتح دعم العشائر بالسلاح والعتاد لكي تستمر في قتالها ضد داعش. احنا من قبيلة آل عيسى شيعة، وجينا نصرة اخواننا من عشائر آل عيسى بقضاء العامرية، وهم من اخواننا السنة. فاحنا نقول لداعش اذا عندكم محاولة لإذكاء فتنة طائفية فمحاولاتكم هاي فاشلة. الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة أكدت استقرار الوضع الأمني في عامرية الفلوجة، وأن العشائر كان لها الدور المهم في دعم العمليات العسكرية لمقاتلة تنظيم داعش. في عامرية الفلوجة من البو عيسى والبوجاسم إلى عدة عشائر داعمة واقفة مع الجيش ومعها الأجهزة الأمنية من الشرطة والقوات الأمنية كلها في خندق واحد وعلى الساتر. الوضع الأمني في عملية الفلوجة تحت السيطرة من قبل القوات الأمنية مختلف صنوفها، قوات الجيش والشرطة وبمساعدة عشائر البو عيسى في عملية الفلوجة. هذا اليوم كما ترونه مقدم عشائر الجنوب والوسط إلى عملية الفلوجة يعزز الوحدة الوطنية وهو مهرجان نصر. عشائر عملية الفلوجة طلبت الحكومة بتوفير الخدمات من مشتقات نفطية وتوفير الطاقة الكهربائية وفتح الطرق باتجاه مناطق الفرات الأوسط عقب عودة الاستقرار الأمني. زياد نهاد، الحرة.